بسمان رائع بصراحة جدا وإنجازاته هي بتحدث عنه. يعني في ناس بتتهم اللي هو بالحظ، لا لا، الإنجازات دي نتيجة إخلاص وتفاني في العمل وحب وعشق للنادي هو اللي وصله لكده. في الأول ما كناش حافظين طريقته فكنا قلقانين، لكن إيه ياما بقى حسينا إن هو الراجل إيه مش بتاع ترقيص ولا بتاع الكلام ده، لا ده عايز يقول لك النتيجة، اسألني عن النتيجة في الآخر. حقق نتائج ما حققهاش أي مدرب قبل كده، بيتعامل مع اللعيبة بطريقة فيها علم، يعني ازاي يحفز اللعيبة، ودايما بينسب النجاح للعيبة، ما بيحاولش ينسب لنفسه. مستر بيتسو موسيماني ده مشروع النادي الاهلي، ده احنا مستنين منه كتير واحنا بنثق فيه جدا، واللي يحب الاهلي نحبه يعني. مدرب كويس، بدأ يفهم النادي الاهلي كويس، بدأ يتحرك تبقى للمباريات. مدرب كويس جدا وهيجي منه ان شاء الله وهيعمل نتائج احسن واحسن واحسن، لان هو طبعا معذور في حاجه، الفرقه اللي هي جه عليها ما اختارهاش، وبرغم كده عمل نتائج كويسه. صراحه هو مدرب جميل جدا، تمام، ويعني دماغه حلوه، خلى برده الاهلي لما تيم فايلر مشي يعني عمل برده مع الاهلي حاجات حلوه كتير، خلاه ياخد الدوري وخلاه ياخد دوري ابطال افريقيا بعد غياب فتره طويله جدا. فطبعا لو اتكلمنا على النتائج بتاعت مستر موتسيماني هنلاقي ان هو الحقيقه حقق المطلوب، يعني هو نتائجه كلها في كل البطولات اللي شارك فيها، الراجل عمل اللي عليه وزياده ويشكر. كابتن كويس وجاب لنا بطولات، واكيد يعني لازم نشجعه ونبقى ورا ظهره سبورت. طبعا مدرب محترم جدا ومدرب كبير جدا في افريقيا، ولما جه جاب لنا بطوله كانت غايبه عننا بقى لها كتير، وخلانا ناخد ثالث كاس عالم انديه بعد ما كان برضه بقى لها فتره غايبه عننا. هو ما شاء الله بيعرف يعمل تركيبه من اللعيبه لكل ماتش. هو اضاف للنادي ويعني حقق بطولات كتير، واتمنى يستمر معانا ويحقق لنا بطولات اكتر واكتر يعني في النادي. يعني هو لحد دلوقتي عامل نتائج كويسه ولسه فيه الاحسن، وانا شايف ان هو مؤثر جدا مع النادي الاهلي. كابتن موسيماني صراحه من ساعه ما جه الاهلي اضاف كتير للاهلي، وكانت خطوه جريئه من الاداره ان هم يستخدموا مدرب من افريقيا، وهو يكفي ان هو في 3 شهور 4 شهور جاب 4 بطولات، يعني ما بتحصلش ابدا، ما حصلش غير من ساعه منه الخوزيه.